أهلا بكم من جديد. عيد بلا عمل ولا أمل في زمن الحرب، كيف تحول عيد العمال مشاهدين إلى مناسبة لتذكير اليمنيين بنكبتهم؟ حيث أكد اقتصاديون أن الاحتفاء يأتي والاقتصاد مدمر والعمالة تعاني الفقر والجوع بعد أن أغلق الحوثي أبواب الرزق في وجه العمالة اليمنية وقام بتسريح أكثر من 5 ملايين عامل وأجبر رأس المال الوطني إلى مغادرة اليمن والتوجه للاستثمار في خارج البلاد. فالمؤشرات الاقتصادية لمرحلة ما بعد انقلاب الحوثي مخيفة إلى حد كبير، ومؤخرا قالت الحكومة أن نسبة الفقر في اليمن ارتفعت إلى 80% فيما كانت 40% في عام 2014، كما تراجع الاقتصاد بنسبة 50%. ومنذ بداية العام 2016 قطع الحوثي رواتب العاملين الحكوميين في مختلف القطاعات، واستمر هذا الحال حتى اليوم، إلا من نصف راتب يمنح كل عام أو أكثر. واقع مأساوي فرضه الحوثي منذ انقلابه على الدولة وحتى اليوم. إذا نتوقف مشاهدي الكرام عند هذا الموضوع وأناقشه بمعية ضيوفي، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. يحتفي العالم بداية شهر مايو من كل عام بعيد العمال كمناسبة للتذكير بجهود الفئة العمالية وما يبذلونه ودورهم الكبير في النهضة الاقتصادية لبلدانهم. ومن أجل ذلك يصطف العالم والمؤسسات والشركات في هذا اليوم لتوجيه تحية للعمال والموظفين وشكر جهودهم. في اليمن يبدو الأمر مختلفا بالنسبة للعمال والموظفين، فما هو عيد بالنسبة لكل عمال العالم هو يوم للتذكير بالمأساة، مأساة الحال الذي وصل إليه العمال والوضع الاقتصادي والبطالة التي كادت تخنق أكثر من نصف الشعب. كل عام يمر تتضاعف معاناة العمال في اليمن أكثر من ذي قبل، ويغدو الحصول على لقمة العيش معركة صعبة وشاقة لا يقوى على خوضها الجميع، وهو في الوقت ذاته امتحان يفشل فيه الكثيرون وتسقط تحته الكثير من الأحلام والطموحات وتتشتت آلاف وملايين الأسر. تحترق أرواح العمال وهم يفترشون الأرصفة بحثا عن عمل فيعودون بلا شيء، بينما تنتظرهم أسرهم وأطفالهم كل يوم دون بصيص أمل، ومثلهم موظفو الدولة الذين سرقت الميليشيا رواتبهم فتحولت حياتهم إلى جحيم حارق. الحرب وتبعاتها بلا شك زادت من ثقل المعاناة على العمال في اليمن، فهناك من خسروا أعمالهم بسبب توقف العمل، وهناك من اضطروا للبحث عن عمل إضافي، وهناك من لم يستطيعوا تحمل العبء الثقيل فتحولوا إلى متسولين أو نازحين. الحرب الاقتصادية كذلك وانهيار العملة كان كابوسا آخر بالنسبة للعمال الذين يعملون أسابيع طويلة ليستطيعوا توفير متطلبات أسرهم لأيام قليلة. كل ما ذكر سابقا يمكن مضاعفته بالنسبة للعمال في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، حيث حولت الميليشيا جميع موظفي الدولة إلى عمال بالأجر اليومي بعد نهبها مرتباتهم منذ انقلابها المشؤوم، وهو ما زاد من التنافس على الفرص الشحيحة في سوق العمل. إذا تابعنا مشاهدينا هذا التقرير، عيد العمال يأتي وعمال اليمن بلا عمل. إذا نناقش ذلك الآن. تنضم معي السيدة منى الحمادي عضو الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن. مساء الخير سيدة منى. أهلين وسهلين. تحية لك سيدة منى. نحن نتحدث عن العمال، لا ندري أين هو العمل وأين هم العمال حاليا يعني، وأصبحت هذه المناسبة للأسف منذ انقلاب الميليشيا هي مناسبة لنتذكر نكبتنا ويتذكر أيضا العمال نكبتهم. بداية، ما الذي يمكن قوله الآن بعد سنوات الحرب في عيد العمال بالنسبة لليمنيين؟ أولا المقدمة اللي أنت قلتيها عجبتني جدا، كيف يكون للعامل عيدا وليس لديه يعني أبسط الأمور. صحيح. اليمنيون لا عيد لهم إلا بعودة حقوقهم المسلوبة حياتهم الكريمة. طبعا لا أستطيع أن أهنئ العامل بعيده، لأنه بقى عيد العمال هو بس محصور بيوم إجازة فقط، فكيف. صحيح. يكون للعامل يعني كيف للعامل احتفال
تظل انقطاع الرواتب في المناطق التي يحكمها الحوثي وهزلة الرواتب في المناطق الشرعية. فلا عيد لعمال إلا بعودة حقوقهم المسلوبة. نعم، إذا لا عيد للعامل اليمني سيدة منى كما تحدثت، إلا بعودة هذه عودة الدولة اليمنية كما تحدثت. وهناك يعني أيضا مشاكل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق الحوثي، ليس هناك أي عمل، وأيضا تم قطع الرواتب بالنسبة لموظفي الدولة. ابقي معي سيدة منى. أيضا أتحول للدكتور محمود البكاري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة تعز. مساء الخير دكتور. يا هلا وسهلا، تحيه لك يا دكتور. نتحدث عن هذا اليوم، اليوم العالمي للعمال، عيد باي حال عدت يا عيد، بما يتعلق بوضع العمال في اليمن منذ بدايه الانقلاب، كيف تقيم ما يجري حاليا؟ المؤشرات الاقتصاديه مخيفه، العمال ايضا اوضاعهم في بطاله ايضا، ونتابع مؤشرات الفقر في البلاد ايضا مخيفه. بالفعل يعني عيد العمال يفترض انه يكون مناسبه لتكريم الطبقه العامله والايدي العامله، ويفترض ايضا ان يكون التكريم ايضا مادي ومعنوي طبعا، لكن الحقيقه ان منذ العام 2015 انهارت الطبقه العامله بسبب الحرب القائمه، واصبحت الاوضاع ماساويه ومترجيه جدا، وكل عيد ياتي والاوضاع الماليه ووضع العمال يعني في حاله سيئه او نقول من سيء الى اسوء، وبالتالي كيف نتوقع ان تحقق او تعمل التنميه ما لم يكون هناك اي كما قلنا يعني يعني بدون ان يكون هناك دور العمال او يعني استعاده او تسعير دور العمال في عمليه التنميه. وهذا طبعا كما قلنا الحرب هي التي افرزت كل هذه الظواهر او كل هذه المعاصي التي يمر بها اليمن. وايضا كما قلنا يجب ان ندرس ان لا يمكن ان يتحقق اي تقدم او تطور الا في وضع في حالة الاهتمام بالطبقة العاملة وإعطاء حقوقها وفق التشريعات الدستورية والقانونية النافذة. ابقى معي دكتور محمود. سيدة منى، بما يتعلق يعني حضرتك عضو في الاتحاد العام لنقابة عمال اليمن، يعني هل من جهود من قبل النقابة حاليا، خصوصا دعينا نتحدث في مناطق الحكومة الشرعية، وهل يمكن أيضا أن تقدموا أي دعم وعون بالنسبة للعمال في مناطق سيطرة الميليشيا؟ لو تحدثينا عن جهودكم حاليا ودوركم في ظل طبعا يعني نحن نعرف يعني مآسي الحرب وارتداداتها. طبعا دور النقابات حاليا احنا للامانه يعني ليس لدينا احنا القوه التي كانت من سابق قبل الحرب، وانما نحاول بشتى الطرق ان احنا نتواصل طبعا مع الحكومه، اداره مفاوضات معها حول المطالبه، وعمل لقاءات كذلك مع الاتحادات العماليه العربيه والدوليه. كذلك طالبنا الجميع بالتضامن مع اتحاد نقابات عمال اليمن. نتمنى يعني من الجميع ان نكون يدا واحده لكي تعود النشاط الذي كان من سابق في مكان قبل الحرب. هل هناك من جهود يعني سيدة منى، هل حققتم أي إنجاز ربما؟ هل توصلتم إلى صيغة معينة حاليا لكي تقدموا العون للعمال في اليمن؟ هل أيضا كما تحدث يعني هناك أيضا تواصل مع منظمات، هل يدركون حجم الكارثة حاليا أن العمال اليمن بلا عمل وبلا رواتب أيضا؟ في الوضع الراهن طبعا نحن لم نستطيع للأمانة يعني، ونحن خجلانين جدا من العامل، نحن يعني موجودين ولا نستطيع أن نعمل لهم شيء، ولكن كان بدورنا نحن اللي هو الدور الأكبر أن احنا شاركنا في أكثر من محافل دولية، وأوصلنا إلى العالم الخارجي ما يعانيه العامل داخل في اليمن في خلال قطع الرواتب، في خلال الوضع الاقتصادي، في خلال الوضع الراهن الموجود في اليمن. نعم. هنالك منظمات كذلك، المنظمات الدولية والمجتمعات الدولية تعرف بما توصل به العامل داخل اليمن، والأهم أنه نحن نتمنى أن يكون هنالك عمل فعلي لتحسين وضع العمل. صحيح، يعني المنظمات هي تدرك والدول أيضا يعني المانحة هي تدرك حجم المأساة، ولكن مستوى التدخل ربما ومستوى الدعم لا يرتقي لحجم الكارثة وما يعانيه العمال. سيدة منى، سأعود لك سيدتي، ابقي معي. أتحول دكتور محمود البكاري. دكتور محمود، بما يتعلق بما تقوم به هذه الميليشيا منذ بداية الحرب، وكيف تضاعف مأساة
العمال تحديدا في البلاد، خصوصا في مناطق سيطرتهم، وأيضا وضع الموظفين الذين يعني سرقت رواتبهم. كيف تجد ما تقوم به الميليشيا وهذه النكبة الآن التي يعني ارتكبنا بها منذ انقلاب الميليشيا؟ يبدو أن فقدنا التواصل مع الدكتور محمود، سنعاود التواصل معه وتحول للسيدة منى الحمادي. بما يتعلق بهذه النقطة التي ذكرناها قبل قليل للسيدة منى، يعني المنظمات هي تدرك حجم الكارثة في البلاد، ولكن يعني حتى مع سنوات الحرب هذه، يعني لماذا التدخلات لم ترقي إلى مستوى حجم الكارثة؟ هل من معضلات هناك؟ هل ربما من سلبيات بالنسبة للتواصل الحكومي مع هذه المنظمات أو عوائق معينة؟ يعني تقصدي ما هو دور الحكومات والمنظمات؟ أنا أقصد المنظمات. نعم، لما أسمع السؤال دور من الحكومات والمنظمات، تحدثنا أن هناك يعني تواصل مع منظمات، ولكن ربما حجم تدخلها في البلاد لا يرقى بحجم الكارثة. يعني نتساءل هنا لماذا؟ هل ربما التنسيق من الجانب الحكومي ليس بالمستوى؟ هل هناك من عوائق معينة؟ يعني سنوات الحرب، سندخل السنة التاسعة، ولكن ليس هناك أي اهتمام بالنسبة للعامل اليمني، لماذا من قبل هذه المنظمات؟ طبعا نحن دائما لما نشارك في إيصال المشاكل التي يعاني فيها العامل في اليمن، كان هو دائما يعني الاجابه هو انتم في وضع حرب، لا نستطيع ان نتدخل لان هنالك تدخلات سياسيه في بلدنا، كذلك انقسامات داخل البلد. ولكن انا مثلا احنا ممكن احنا مثلا يكون الحكومه والمنظمات لها ادوار، مثلا الحكومه كيف ان تكون لها دور؟ تعالج يعني مثلا اهم شيء معالجه اهم الاهم هو انتظام الرواتب. المنظمات ممكن ان تساعد احنا في اغاثه وتاهيل تاهيل العامل من دمر نفسيا، تنمية قدراتهم. نرجع الى السؤال الذي طرحتي، هل هنالك عوائق للمنظمات في تدخلها؟ ليس هناك عوائق، وانما قد تكون هناك عدم تنسيق من الحكومه. جميل. مع المنظمات الدولية. نعم، الجانب الحكومي دائما ما نشكو لي يعني دوره على أكثر من مستوى لا يرقى بحجم الكارثة للأسف الشديد، وربما أيضا يعني العمال خصوصا في مناطق سيطرة الميليشيا ليس من اهتمامات الحكومة الشرعية للأسف الشديد. وذكرت نقطتين مهمتين سيدة منى بما يتعلق يعني بأن المنظمات تتحدث أن البلاد تعاني من حرب، فبالتالي لا يستطيعون التدخل، وكذلك الانقسام داخل البلد. ابقي معي سيدتي، عاد معنا الدكتور محمود البكاري. دكتور، هل تسمعني؟ نعم. نعم، ربما نتحدث معك دكتور كيف يعني الحوثي ضاعف من معاناة العمال خصوصا في مناطق سيطرتهم، يعني هناك قطع الرواتب، أيضا ليس هناك أي حراك اقتصادي بالنسبة للعمال، 5 ملايين الآن هم يعني ليس لديهم أي عمل، فبالتالي كيف تجد هذه الممارسات منذ بداية الحرب وحتى اليوم؟ طبعا يعني المعاناة الشديدة على العمال خاصة في المناطق التي في مناطق الطرف الحوثي، وأيضا في المناطق التي يفرض عليها حصار في المدن أو يعني. صحيح، كتعز مثلا. طب يبدو أن هناك مشكلة بالصوت من المصدر مع الدكتور، سنعاود التواصل معه. أيضا ينضم الآن معنا الشيخ أحمد، عضو الاتحاد العربي للنقابات. مساء الخير. طيب، يبدو أيضا فقدنا التواصل مع السيدة شيخة، الآن نتحول لسيدة منى الحمادي. طيب سيدة منى، في ظل هذا الوضع حاليا، هل لديكم أنتم الآن أي مطالب بالنسبة للحكومة الشرعية لكي يأخذوا بعين الاعتبار والاهتمام أيضا موضوع العمال، ويكون هناك عمل مشترك وتنسيق عالي بالنسبة لموضوع العمال؟ طبعا بالتأكيد، لأن النقابات ليس لها مهام مكان، وأول مطلبها أن من الحكومة أن طبعا
المطلب الرئيسي والمطلب الأول يعني للعامل هو انتظام راتب، يعني يستلم الراتب بانتظام. هذا طبعا هو بتحل مشكلة كبيرة للعامل. كذلك نطالب بإجراء يعني إجراء تعديلات قانونية بقانون القانون اليمني بالنسبة لقانون العمل، لأن قانون العمل حاليا لا يعد مواكبا للتغيرات الحاصلة في البلد، انهيار الاقتصاد، انهيار العملة. فنحن لدينا مطلبين، مطالب كثيرة، وإنما المطلب الأساسي هو انتظام صرف الرواتب من الحكومة، وكذلك إجراء تعديلات على قانون العمل. نعم. سأنقل كل ما ذكرته الآن للسيدة شيخة أحمد، عضو الاتحاد العربي للنقابات. سيدة شيخة مساء الخير. مساء النور، يا أهلاكم. تحية لك سيدتي وأشكر انضمامك معنا. نتحدث عن عيد العمال، ويعني كما تعرفين يعني منذ بداية هذه الحرب والكثير من العمال فقدوا يعني وظائفهم، وحتى يعني في مناطق سيطرة الميليشيا حتى الموظفين الحكوميين تم سرقة رواتبهم. بالنسبة للاتحاد العربي للنقابات، هل هناك أي من تشبيك مع النقابات اليمنية تحديدا ومعرفة ما يجري حاليا في البلاد وتقديم الدعم للنقابات اليمنية، وكذلك بطبيعة الحال سيقدم أيضا دعم للعمال اليمنيين؟ هل من تنسيق، هل من جهود؟ أولا أحب أن أهنئ كل العمال في كل مكان. تحية. بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وأحيي صمود العمال في كل مكان وخاصة في اليمن، صمودهم على وصبرهم على المعاناة الشديدة التي يعانوها. نعم. من أثناء الحرب وبعد الحرب حتى الآن هم يعانوا من المشاكل هذه. طبعا الاتحاد العربي للنقابات، ولكن والبحث عن حقوقهم، لكن هناك، أعتذر لمشاهدينا، يبدو أن هناك صوت رديء من المصدر مع السيدة الشيخة أحمد، والتي كانت تتحدث يعني بداية عن وضع العمال. هو بطبيعة الحال يعني العمال في العالم لديهم طبعا مطالب، وهناك أيضا يعني يعانوا معاناة، ولكن المعاناة مركبة وكارثية بالنسبة لليمن والعمال اليمنيين منذ بداية هذا الانقلاب. ليس هناك أي عمل، والكثير من العمال وملايين العمال تم تسريحهم، وليس هناك أيضا يعني عجلة اقتصاد أو استثمارات حقيقية تجري في البلاد لكي يعني هذه الأيدي العاملة يتم تشغيلها. هل عادت معنا السيدة شيخة؟ سيدة شيخة هل تسمعني؟ أيوة أسمعك. تفضلي واصلي فكرتك، تفضلي. أقول يعني أبدأ من البداية؟ واصل الفكرة، نحن معك، تفضلي. سأقول حاجة، إن الاتحاد العربي للنقابات، نعم، هو معني بحماية العمال وحقوقهم، ولكن الأساس هو يأتي من داخل كل إقليم، كل إقليم هو معني بحماية العمال والعاملات والبحث عن حقوقهم. وطبعا شايف أنت إنه الهدف من العمل النقابي هو رفع حقوق العمال وحمايتهم، ونحن طبعا في الوضع الذي نعيشه الآن في اليمن مثلا، وبالذات في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية كمان، الوضع الذي نعيشه بسبب الجوانب السياسية والجوانب الاقتصادية وارتفاع العملة وغيره، العامل يعني يعيش في حياة كارثية، في حياة كارثية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. طبعا نضالات العمال القديمة والكفاح القديم إلى حتى تأسس العمل النقابي، كانت هناك حقوق، كانت هناك حماية للعمال. صحيح. يعني تأتي وحتى كمان، لكن الآن طبعا أنت عارف أنه عدم هي البوابة الرئيسية من سوى الحركة النقابية. يعني تتحدثي سيدة شيخنا، العمل النقابي أصلا في الوطن العربي يواجه تحديات حاليا ربما، وهو أيضا يعاني، فربما يعني ألقى بظلاله الآن على الكثير من العمال. وبما يتعلق ب يعني العمال في اليمن، هل هناك من جهود، هل من تنسيق ربما؟ عمل تنسيق، شوفي أقول لك، كل دولة، كل إقليم هو معني أساسا بحماية الأطفال. يعني الاتحاد العربي للنقابات ممكن يعمل بيانات، يمكن ينجد، يمكن يسجب بعض المعاملات، يمكن يساعد، يمكن يعطي توجيهات، لكن الحلول هي من الداخل. طبعا مشكلة عالمية، مشكلة في كل بلدان العالم يعاني العمال.
ونحن في مثلا في اليمن نحن تفريخ العمل النقابي، تفريخ العمل النقابي ودخول الولاءات السياسية في العمل النقابي، سيطرة الولاء السياسي في العمل النقابي. طبعا هذه كلها بسبب الحروب وبسبب المنافسات الموجودة الآن في البلد. هذا كله أثر على حماية حقوق العمال، حتى ولو أصدرت البيانات وعملوا الإضرابات وأصدروا البيانات وعملوا جلسات مثلا جلسات مع الوزراء وجلسات مع المعنيين بحماية حقوق العمال، ولكن تفريق العمل النقابي يضعف الهيئات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال وفي مطالبة حقوق العمال. يعني نحن نريد أن يكون في التفاف ورصد صفوف القيادات النقابية حتى تستطيع أنها تحمي حقوق العمال في الداخل في كل مرفق عمل وإنتاج. نحن النقابات عندنا منتشرة في كل مرافق العمل والإنتاج، وكان لها دور. حتى اليوم لما عندما نحتفل بيوم العمال نتدافع عن الأمس، لأن كنا نعمل التكريمات والكرنفالات والمسيرات ونكرم أوائل العمال والعمال الموجودين في كل مرفق عمل وإنتاج، لكن اليوم أصبح الاحتفال بيوم العمال في بلدنا ميت للأسف. هذا الواقع سيدة شيخة، ناهيك على أن كثير من العمال بدون عمل الآن أصبحوا عمال وعائلات بدون أعمال، فرحوا من أعمالهم والبعض لم يجد فرصة للعمل. تعرف أنه من أكثر من 10 سنوات لا توجد فرص توظيف جديد للعمال، حتى المتقاعدين اللي بيتقاعدين أصبحوا معلقين، يعني لم يعطى لهم التقاعد ولا علاوات التقاعد من سنوات طويلة، محرومين كل العمال والعائلات الموظفين والعمال من العلاوات. الاتحادات هي تعاني من تحديات تعاني كما تحدثت ووصفت الحالة، فكيف يعني لهم أن يعني يكون لهم دور يعني إعانة العمال والنقابات تشكو كما تحدثي؟ طبعا نحن نتمنى أن يتغير الوضع حاليا ويعني يعود من جديد وضع الاتحادات حتى يعني يكون نتائج إيجابية على العمال سواء في اليمن أو حتى في الوطن العربي. أشكر انضمامك معنا عضو الاتحاد العربي للنقابات السيدة شيخة أحمد، شكرا جزيلا لك سيدتي لانضمامك معنا. سيدة منى، يعني سمعتي ما تحدثت به السيدة شيخة، يعني النقابات هي أيضا هي تعاني. دعينا قبل أن نختم معك، هل باعتقادك يعني سيكون هناك جهود حاليا للاهتمام بالعمال بشكل أكبر في اليمن وأيضا في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تحديدا؟ طبعا أوجه والحق الشكر للاتحاد العربي، للأمانة يعني أكثر اتحاد عربي واقف معنا نحن قلبا وقالبا، ولما زي ما تحدثت الأخت شيخة أنه هو الحل هو من الداخل. بالنسبة للسؤال اللي طرحتي، نحن نسعى إلى أن نوصل نحل مشاكل، نحن نحل نوصل إلى حل جذري. نحن كنقابات رقابة عمال، نحن نعتبر عمال، يعني نحن نساعد أنفسنا قبل أن نساعد العمال. صحيح. لأنه إذا وصلنا إلى دائرة مغلقة، نحن من لازم نكون عندنا إحنا اقتناع انه سوف ياتي يوم ونحل هذه المشاكل بايدينا. فاتمنى انه نحن اليمنيين فيما بين نحن فيما يعني نحلها زي ما يقولوا لا تدخلات خارجيه. صحيح. وأنتم في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، أنتم أيضا صوت هؤلاء العمال خصوصا في مناطق سيطرة الميليشيا، يجب أن يصل صوتهم. هذه المعاناة منذ سنوات، يجب أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار من قبلكم أيضا ويكون لكم جهود كبيرة حتى للضغط على الحكومة. سيدة منى، يجب يعني أن يكون التدخل ويكون الجهد والعمل بقدر الكارثة وبحجم المأساة الذي يعانيه العامل خصوصا في مناطق سيطرة الميليشيا. صحيح. وضح لك نقطة إنه النقاب المخضرم لا يوجد لديه حاجة إنه يعني ما فيش اقتناع، ما فيش حل جذري. لا، نحن نسعى إلى الحلول الجذرية لكي يعني ننتزع حقوق العامل. إذا لم ننتزع حقوق العامل لا نستطيع أن ننتزع حتى حقوقنا. ففي الأول والأخير نحن العامل فوق الجميع، لا يعني غير تدخلات سياسية ولا تدخلات خارجية. جميل.
نحن في الأول والأخير العامل فوق الجميع، والانتزاع الحقوق هو الأولوية للعامل. نعم، أشكرك لانضمامك معنا، وأنا سعيدة بتواجدك سيدة منى وكذلك السيدة شيخة بعيد العمال، ومن خلالك ومن خلال السيدة شيخة يعني نهنئ جميع العاملات اليمنيات أو أيضا في الوطن العربي عيدكن مجيد. وأشكر انضمامك معنا عضو الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن السيدة منى الحمادي، شكرا جزيلا لك سيدتي لانضمامك معنا. ونشكر السيدة شيخة أحمد عضو الاتحاد العربي للنقابات، وكذلك دكتور محمود البكاري أستاذ علم الاجتماع مع التعز، وكل الشكر أيضا كان معنا في المحور الأول السيد سامر عوض الكاتب والمحلل السياسي المعروف. بهذا نصل لختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.